اليوم عم نقيم هذا الحدث تحت شعار الحق في الأغذية نحو مستقبل وحياة أفضل بدون أن نترك أحداً خلف الركب. حبينا اليوم نحن نحتفل مع أبطال الغذاء، مع المزارعين والمزارعات يلي استفادوا من عدة مشاريع للفاو. حبينا نقدم لهم فيها المعلومة والمدخلات اللازمة ليستمروا بالعملية الإنتاجية بالظروف الصعبة اللي عم بيتعرضوا لها اقتصادياً ومناخياً. المواد الغذائية اللي عم نقدمها اليوم بالمعرض، والحمد لله انه انبسطنا كثير بهالمعرض، كان كثير حلو. قدمنا جميع المربيات، الدبس البندوره، الخامط، الفليفله، الخيار، هو كان مشروعنا الخيار والفليفله بالزراعه الذكيه مناخيه. عندي منتوجات تمور، انواع كثيره من التمور، حيث تتواجد هذه النوعيات في منطقه البوكام جلاء. ومن خلال انضمامنا لمدرسة الحقول، المدرسة النخيل، مدرسة الحقلية، استفدنا بعض كثير من المعلومات، وعرفنا شلون نهتم ونعتني بهذه الشجرة. والآن يعني نحاول قدر المستطاع الأكثر من هذه الشجرة، لأن عندنا نوعيات فاخرة، يعني نوعيات على مستوى دول عربية أو على مستوى دول العالم يعني.